ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لم يخلو الافتتاح الرسمي لبطولة كأس إفريقيا للمحليين أقل من 23 سنة المقامة في الجزائر من غباء سياسي ورداءة استعراضية، فقد تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فوضى عارمة أمام ملعب مانديلا، حيث سادت الفوضى بين الجماهير مما أدى إلى تدخل عنيف لرجال الأمن، في حين اشتكى العديد من الجزائريين أنهم لم يتمكنوا من دخول الملعب بالرغم من توفرهم على تذاكر المباراة. 2023 نفس طاط براقي نحلوا باش يعطونا الماكلة وشنو هذا يتبون؟ أنا في حبس زعما 2023 استطاع براقي دائما النظام والله ما يترضى الله شو الغاشي شو بتكيتا وحمد الله شو بيطبق